بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 49 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس 9 من شهر جماد الأولى 45 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل فيه حديثاً وقف به سيرنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وقد ابتدأناه ليلة الجمعة الماضية، علنا أن نتم الفصل في مجلسنا الليلة بعون الله تعالى، مستهدين في هذا المجلس بهدى ربنا الكبير المتعال، مستمطرين من رحمته وعفوه ومغفرته ما نسترجي به من صلاتنا وسلامنا على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، أن يصلي به ربنا عليها 10 أضعاف صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فاجعلوا مجلسكم عامراً بذكر الله تعالى، مستمطراً لرحمته وصلاته عليكم بصلاتكم على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: لو صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد أنفاسه لم يكن موفياً لحقه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى. ها هنا وقف الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية، وتقدم من أول الفصل بعض المسائل، أولها ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وأنه يتوضأ لكل صلاة في غالب الأحيان، كما ثبت في السنة أنه ربما صلى الصلوات بوضوء واحد، كما في حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه فيما يروي عن سؤال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال: عمدا صنعته يا عمر. والحديث عند مسلم. تقدم أيضا من المسائل ليلة الجمعة الماضية مقدار الماء الذي يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان بمقدار المد أو بثلثيه تارة، وربما زاد على ذلك قليلا. وهذا القدر الذي فيه اقتصاد في استعمال الماء ويسر في اتخاذه، يقابله التحذير النبوي من الإسراف في الماء في الوضوء، وتقدم ذلك كله. تقدم أيضا من المسائل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عدد مرات غسل أعضاء الوضوء، والذي ثبت في السنة 3 أعداد: توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 3. وربما كان في وضوئه غسل بعض أعضائه 3 وبعضها مرتين كما في الصحيحين. وأيضا جاء في آخر المسائل ما يتعلق بالاستنشاق والمضمضة، وأن الثابت في السنة جمع النبي صلى الله عليه وسلم للمضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يقسمها نصفين: نصفا لفمه يتمضمض به، ونصفا لأنفه
يستنشق به، وكان آخر ذلك ذكر الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. يتابع المصنف رحمه الله ما يتعلق بالهدي النبوي في مسائل الوضوء مرورا على بقية أعضائه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال أنه مسح برأسه مرتين. مسح الرأس في الوضوء أمة الإسلام مرة واحدة كما ثبت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما وقد تقدم أنه ربما غسل أعضاء وضوئه مرة أو مرتين أو ثلاثا، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة فقط. فذكر الصفة أولاً ثم ذكر العدد، قال يمسح رأسه كله. هذه المسألة الأولى، السنة في مسح الرأس استيعابه جميعه وليس على بعض الرأس أو جزء منه. فالسنة عملاً بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، كان يمسح عليه الصلاة والسلام برأسه كله، ومعنى كل الرأس من مقدمه إلى قفاه، فيعم جميع رأسه بالمسح لا بعضه. وإذ يقول الفقهاء رحمهم الله إن المجزئ في مسح الرأس بعضه كما يقدر بالثلث أو بالربع أو بالأكثر، إنما هو الكلام على القدر الأقل الذي يصح به الوضوء، وإلا فهم متفقون أن السنة والأكمل والأفضل تعميم جميع الرأس. فإذا مسح المتوضي رأسه مسحه جميعه ولم يبق منه شيئا. وأما الصفة فكما قال يقبل بيديه ويدبر، كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح برأسه فبقبل بيديه وأدبر، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهل هذه مرة أو مرتان؟ إذا نظرت إلى الذهاب والعودة مرة واحدة صح أن تقول إنه مرة واحدة، وإذا اعتبرت الذهاب مرة والرجوع مرة فيصح أن تقول مرتين. وعلى هذا كما قال المصنف يحمل حديث من روى أنه مسح مرتين، حتى لا تتوهم أنه أخذ ماء فمسح برأسه مرة ثم أخذ ماء جديدا ومسح مرة ثانية، هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أخذ لرأسه ماء مرة واحدة. وهذه صفة مسحه كما ثبت بالرواية الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمسح برأسه فجعل يديه في مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فمن قال في بعض الروايات مسح مرتين فإنما تفسيره أنه حسب الذهاب مرة والعودة مرة ثانية. طيب ومن قال ثلاثا؟ بعض الروايات أنه مسح ثلاثا، هذه سيأتي المصنف رحمه الله للجواب عنها. نعم. وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر، وعليه يحمل حديث من قال أنه مسح برأسه مرتين. والصحيح أنه لم يكشير. يشير رحمه الله إلى ما أخرج الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي وغيره من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه تصف الوضوء، فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. فهي حكت المرتين أنها بداءة بمؤخر الرأس بالمؤخر حتى يأتي إلى الأمام ثم بمقدمه، فجعلت المرتين هكذا. قالت وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا.
الحديث الذي حسنه الأئمة وصححه بعضهم وعند أصحاب السنن أبي داود والترمذي وابن ماجه وأيضا عند أحمد في المسند، ضعفه بعضهم ببعض رواته وهو عبد الله بن محمد بن عقيل مدلس وضعف الحديث لأجله، وحسنه بعض المحدثين كالألباني رحم الله الجميع. فإن صح الحديث فإن المرتين محمولة على ما تقدم بيانه، احتساب الذهاب مرة والعودة على الرأس مرة ثانية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصحيح أنه لم يكرر، أو الصحيح أنه لم يكن يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه خلافه البتة، بل ما عدا هذا. إذن هذا الأصل في السنة في مسح الرأس في الوضوء أيها المسلمون، أنه يمسح مرة واحدة. فيأتي السؤال: فماذا عن الروايات التي ذكرت أكثر من مرة في مسح الرأس؟ ذكرت مرتين وذكرت ثلاثا. يجيب رحمه الله كيف يقول أهل العلم في الروايات التي تذكر أكثر من مرة في مسح الرأس في الوضوء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال: ومسح برأسه ثلاثا. وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه ضعيفان، وإن كان الأب أحسن حالا. طيب، هو يقول الآن كل رواية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها ذكر مسح الرأس مرتين أو ثلاثا، يعني أكثر من مرة، إما رواية صحيحة غير صريحة في العدد، وإما رواية صريحة في العدد غير صحيحة في السند. فأما الصحيح غير الصريح كالصحابي الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ما معنى أنه غسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا ويدخل فيه أيضا مسح الرأس؟ هذا احتمال، ولهذا يقول هذا غير صريح. طيب، فإذا كان الصحابي يقول إنه توضأ ثلاثا ثلاثا، فلماذا لم يستثني مسح الرأس؟ الجواب أنه محمول على الأغلب، لأن المضمضة ثلاث، والاستنشاق ثلاث، وغسل الوجه ثلاث، وغسل اليدين ثلاث، وغسل الرجلين ثلاث. فلما كان أغلب أعضاء الوضوء يغسل ثلاثا إلا الرأس، ما احتاج أن يقول إنه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا رأسه، فاكتفى بهذا على الإطلاق. فإذا هذه الرواية وإن كانت صحيحة في السند لكنها غير صريحة في العدد بالنسبة إلى مسح الرأس، فإنه عم، قال توضأ ثلاثا ثلاثا. وكذلك من الصحيح غير الصريح ما تقدم قبل قليل من حديث الربيع بنت معوذ ومسح برأسه مرتين، وفسرت المرتين بأنه بدأ بمؤخر رأسه ثم عاد إلى مقدم رأسه فرجع، ففسرت المرتين بهذا. فمع كونه صحيحا في السند لكنه ليس مع كونه صحيحا في السند لكنه ليس صريحا في أنه مسح مرتين استقلالا، بل هي مرة واحدة قسمت إلى قسمين فحسبت مرتين. فالقسم الأول من الروايات الصحيحة في السند لا يوجد فيها رواية واحدة تصرح بأنه مسح رأسه أجمعه أكثر من مرة. القسم الثاني من الروايات ما صرح بأنه مسح رأسه ثلاثا لكنه لا يصح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وإما صريح غير صحيح. وضرب مثالين، قال: كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا إذا أن قال ومسح برأسه ثلاثا. والحديث مما أخرجه الدارقطني في السنن، وضعف كما تقدم بحديث ابن البيلماني عن أبيه، وقال المصنف هما ضعيفان، وإن كان الأب أحسن حالا، يعني من ناحية توثيقه في الرواية عند المحدثين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. هذا مثال ثاني لما جاء من الروايات الصريحة في العدد لكنها ليست صحيحة في السند. حديث عثمان رضي الله عنه الذي يروي فيه أمير المؤمنين ذو النورين عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان يا كرام من أشهر أحاديث الوضوء عند المحدثين والفقهاء، وحديثه مخرج في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وعامة دواوين السنة، إلا أن في بعض طرقه غير الصحيحة خلاف. أما أحاديث الصحيحين فليس فيها ذكر مسح الرأس أكثر من مرة أبدا، لكن في بعض طرق حديث عثمان رضي الله عنه التي أخرجها الدارقطني في سننه وابن خزيمة أيضا في صحيحه، في بعض طرقه أنه مسح رأسه ثلاثا، فاستنكر المحدثون هذه الرواية من هذا الطريق واعتبروها مخالفة لما رواه سائر الثقات بحديث عثمان رضي الله عنه. وأهل الحديث يرون طرق الحديث إذا اجتمعت على لفظ فخالفها بعضها وشذ عنها يعتبرون مخالفة الثقة لمن هو أكثر أو أوثق منه شذوذا، وإن كان المخالف ليس بدرجتهم في الضبط والإتقان والثقة يعتبروا روايته مردودة ضعيفة مستنكرة. في كلتا الحالتين هذا نوع من الضعيف عند المحدثين إذا انفرد بعض الرواة بشيء يخالف فيه سائر الثقات. وأبو داود الإمام رحمه الله صاحب السنن لما أخرج هذا الحديث من حديث عثمان رضي الله عنه عقب فقال: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. أشار إلى تعليق في تعليقه إلى أن هذه الطريق التي روي بها حديث عثمان رضي الله عنه وفيها أنه توضأ ثلاثا ممن فرد به وكيع عن إسرائيل فقال توضأ ثلاثا ولم يتعرض للمسح، وله طرق أخرى ضعيفة كلها إذا ذكرت العدد بالثلاث. وتعقيب الإمام أبي داود في سننه رحمه الله يدل على ذلك. قوله: ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة، كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما توضأ معتما والعمامة على رأسه، فإما أن تنحى العمامة فيمسح الرأس كله، وإما أن تبقى العمامة فيجعلها في مؤخر رأسه إلى الوراء ويمسح على الناصية، يبدأ بناصية رأسه ثم يكمل على العمامة، فالمجموع أنه مسح على رأسه كله، جزء منه وهو الناصية مباشرة على الرأس والباقي على العمامة، وسيأتي المصنف إلى ذكر ذلك. في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي أخرج مسلم في الصحيح قال: ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، فنص على المسح على العمامة تبعا للمسح على الرأس. واللفظ عند ابن حبان بقوله: توضأ ومسح بناصيته وفوق العمامة، وهذا الذي قصده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل
فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. تقدم قبل قليل حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، ولفظ ابن حبان وفوق العمامة. جاء الحديث من رواية أنس رضي الله عنه عند أبي داود في السنن، قال فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. ماذا تفهم؟ أدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه، يعني الجزء المقدم الناصية، قال ولم ينقض العمامة، يعني لم يخرجها ولم يفتحها. سؤال، ماذا فعل ببقية رأسه؟ أنس ما قال شيئا، قال مسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هل أبقى العمامة ثم استمر وهو مدخل يده تحتها حتى عم جميع الرأس، أو اكتفى بالمقدم؟ الرواية ليس فيها شيء. هل هي معارضة لحديث المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة؟ ليست معارضة. لهذا قال أما حديث أنس الذي رواه أبو داود ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، أولا الحديث ضعيف عند المحدثين، ولما ساق البخاري في التاريخ الكبير قال عنه لم يصح، والحاكم أورده تنبيها على لفظ غريب في الحديث وليس استدراكا على الصحيحين، قال الذهبي لو صح لدل على مسح بعض الرأس، والحديث ضعفه الأئمة كابن الملقن والحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع، فالحديث ضعيف سندا، ولهذا لا يصلح أن يكون معارضا لحديث المغيرة الذي صح عند الإمام مسلم وابن حبان وغيرهما. فلو اعتبرته صريحا في أنه اكتفى بمسح جزء من رأسه ستقول هذه رواية ضعيفة، والصحاح غيرها من الروايات كلها تدل على تعميم الرأس فلا تعارض. لكن على فرض صحة حديث أنس رضي الله عنه فالجواب ما قال المصنف. ماذا قال؟ قال فهذا مقصود أنس به، بين قوسين على فرض صحة الرواية، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، لكنه لم ينفي التكميل على العمامة، يعني هو ما تكلم عن بقية الرأس، هل مسح ما مسح، هل أكمل على العمامة ما أكمل، كل الذي قال أنه لم ينقض العمامة. قال وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس لا يدل على نفيه. وهذا جواب علمي سديد رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. هذا استدلال بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل على وجوبه في الوضوء. ما هو؟ قال ما توضأ مرة في حياته إلا تمضمض واستنشق. إذن ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟ واجب. لم يتوضأ مرة في حياته كلها صلى الله عليه وسلم إلا توضأ مرتبا، معنى الترتيب يبدأ بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، ما فعل في وضوئه ولا مر في حياته أنه خالف هذا الترتيب، لا نكس ولا قدم الرجل على الرأس ولا قدم اليد على الوجه في الغسل، ما حصل هذا ولا مر. فعلى هذا ماذا نقول في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء؟ أيضا واجب. أيضا التوالي، ومعنى التوالي عند الفقهاء أو الموالاة ألا يؤخر غسل عضو في الوضوء حتى يجف الذي قبله، لا يطول الفصل، يعني ما يذهب فيغسل وجهه ثم يذهب إلى شيء يصنعه أو باب يفتحه أو شخص يرد عليه في الهاتف يكلمه ثم يعود فيكمل، إن كان الفاصل يسيرا فلا بأس، لكن إذا غسل الوجه ثم انقطع الماء فذهب يحضر الماء وتأخر حتى وجد ماء وقد جف وجهه لا يصح له أن يكمل بل عليه أن يعيد، هذا يسمونه التوالي أو الموالاة.
لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة إلا كان وضوءه متواليا. إذا ما حكم الموالاة أو التوالي في غسل أعضاء الوضوء؟ واجب. المضمضة والاستنشاق واجبان، والترتيب والموالاة واجبان. ما دليل الوجوب؟ لم تذكره آية المائدة التي تكلمت على ما يفعله المسلم في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية ما ذكرت المضمضة والاستنشاق، لكن أهل العلم قالوا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه الذي توضأه مرات ومرات حضرا وسفرا في المدينة ومكة، في الحج وفتح مكة، وفي الطريق، في الأسفار، في الغزوات، وفي كل مكان يتوضأ في البيت فيراه أزواجه، يتوضأ خارج البيت فيراه أصحابه، يتوضأ في السفر فيراه مرافقوه، في كل مكان، لم يحفظ عنه مرة واحدة أنه أخل بهذا، لا المضمضة ولا الاستنشاق ولا الترتيب ولا الموالاة. فهذه المواظبة تدل على الوجوب، إذ لو كانت غير واجبة لما كان الحرص والمواظبة والاستمرار عليها. وهذا مستند الفقهاء في من يقول بوجوب هذه الأربعة: المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة. أما المضمضة والاستنشاق وإن لم ترد في آية المائدة فهذا دليلها في السنة التي لم تتخلف مرة واحدة. وأيضا فإن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم في آية المائدة يدخل فيه المضمضة والاستنشاق تبعا، لأن المضمضة غسل الفم والاستنشاق غسل الأنف، والأنف والفم من الوجه، والله قال فاغسلوا وجوهكم، فيدخل فيه الفم والأنف تبعا. وأما الترتيب فإن الآية الكريمة في سورة المائدة وإن ذكر فيها الأعضاء، أعضاء الوضوء على الترتيب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكنها عند أهل العلم لا تدل على الترتيب، على وجوب الترتيب. والسبب أن العطف بالواو في لغة العرب وفي نصوص الشريعة لا تدل على الترتيب، بل تدل على مطلق الجمع، أن المطلوب في الوضوء الجمع بين هذه الأشياء ولا تدل على الترتيب. وعندئذ فاحتاج الفقهاء إلى ذكر دليل يدل على وجوب الترتيب سوى آية المائدة، فإنك إذا قلت في لغة العرب دخل زيد وعمر فلا يعني بالضرورة أن زيدا دخل قبل عمر، لأنك ذكرته قبله في الكلام، فالواو لا تفيد ترتيبا في اللغة. كما لو قلت جلس أحمد وخالد فإنه لا يعني بالضرورة أن أحمد جلس قبله، فالواو لا تفيد ترتيبا ولا معية، لا تقديما ولا تأخيرا، إنما تدل على مطلق الجمع. فصنيع الفقهاء رحمهم الله في الاستدلال يقوم على اتخاذ الدليل المناسب. قال رحمه الله ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. فهذا دليل على وجوب هذه الأربعة عند الفقهاء، وهو طريقة الأئمة الفقهاء الحنابلة رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. ما الناصية؟ مقدم الرأس، مقدمه أوله يسمى ناصية. قال مسح على رأسه تارة، يعني على رأسه المباشر تارة من غير عمامة، وهذا هو الذي ثبت في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة. قال وعلى العمامة تارة، يعني أيضا ثبت في بعض الروايات أنه مسح على العمامة، وربما جاء الجمع أنه مسح على الناصية والعمامة كما في حديث المغيرة وحديث أنس، وإن كان حديث أنس ليس صريحا، لكن حديث المغيرة ومسح برأسه وعلى العمامة، فيجمع بين الناصية والعمامة، وهذا إذا كانت العمامة فوق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. لم
يعمد إلى فكها أو حلها أو نقضها ولا إلى إزالتها من فوق رأسه فيبقيها، وهذا الأرفق به. كما أن الحكمة في المسح على الخفين مشقة النزع، فكذلك في العمامة مشقة نزعها ربما دعت إلى إبقائها على الرأس، فإن العمامة تحتاج إلى وضع ولف على الرأس، فإبقاؤها أيسر خصوصا لمن كان على سفر أو عجلة من أمره، فإنه يكفي إبقاء العمامة على الرأس وتنحيتها إلى الوراء قليلا، فإذا أرجعها إلى الوراء مسح على مقدم رأسه وأكمل على العمامة. فهذا وجه الجمع بين الناصية والعمامة في مسح الرأس في الوضوء. إذن ثلاث صفات: إما المسح على الرأس فقط، أو على العمامة فقط، أو على الناصية والإكمال على العمامة. قال: وأما اقتصاره على الناصية مجردة، يعني يكتفي بمسح الناصية فقط، فلم يحفظ عنه كما تقدم، وحديث أنس قد أجاب عنه المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين، وكان يمسح أذنيهما. أما الرجلان فإن الواجب والفرض فيهما الغسل إن كانت في غير خف، والمسح إن كانت في خف، فلا بد للرجلين إما الغسل أو المسح على ما فوقهما من خف وجورب ونحوهما. يغسل رجليه إن لم تكون في خفين ولا جوربين، وإن كانت في الخف أو في الجورب فيمسح عليهما. نعم. وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر. طيب، فيما يتعلق بمسح الأذنين هنا ثلاثة أشياء: الأول وجوب مسح الأذنين مع الرأس. السؤال: أين هذا في آية المائدة؟ قال: وامسحوا برؤوسكم، ولم يقل وآذانكم. قال الفقهاء: الأذنان من الرأس، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه، فما توضأ مرة إلا مسح أذنيه بعد مسح رأسه. ممتاز، هذا أولا. فمسح الأذنين في الوضوء واجب، ومن توضأ فمسح رأسه ولم يمسح بأذنيه فقد نقص وضوءه ولم يكتمل. المسألة الثانية: مسح الأذنين، قال: ظاهرهما وباطنهما. هذا ظاهر الأذن، فأين الباطن؟ ليس الخلف، هذا خلف الأذن، لا، الباطن الذي هو في فتحة صماخ الأذن. وطريقة ذلك أن يجعل إصبعيه في ظاهر أذنيه فيمسح بهما، ثم يدخلها في باطن الأذن ليتحقق له إزالة ما قد يكون على ظاهر صوان الأذن وفي داخل الصماخ في أوله من تراب وأذى وقذر تكتمل به طهارة المتوضئ ونظافة المسلم. أما رأيت أنه لما غسل وجهه أدخل الماء في أنفه وفي فمه، تمضمض واستنشق لتأكيد تنقية مداخل الهواء أو المنافذ في الوجه، فالعينان تغسل مع الوجه، والأنف في الاستنشاق، والفم في المضمضة، والأذنان في المسح. وهذا غاية ما يكون من كمال الشريعة ونظافة المسلم الملتزم بصفة الوضوء. قال: يمسح ظاهرهما وباطنهما. المسألة الثالثة في المسح الأذنين أنه لا يحتاج إلى أخذ ماء جديد لهما بعد مسح الرأس. أنت الآن لما فرغت من غسل يديك وجئت إلى مسح رأسك تبلل يديك بالماء، تأخذ بها ماء، والواجب في الرأس المسح، فأنت لا تبقي الماء في يدك بل تكتفي بتبليل اليدين، بللت يديك فمسحت برأسك وانتهيت، لا حاجة لأن تجدد تبليل يديك لمسح أذنيك، بل بما مسحت به رأسك وانتهيت أدخل أصبعيك في أذنيك فامسح بهما وهذا كافي. قال: لم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا، بل كان يمسح أذنيه مع ماء رأسه. إنما ثبت عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما أنه يأخذ
لأذنيه ماء جديدا بعد مسح رأسه، يعني يعود فيبلل يديه ليمسح أذنيه. فمن فعل هذا فلا حرج، لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. هذا مما شاع بين بعض العوام، مما ألفوه وتعودوا عليه أو تعلموه صغارا في صفة الوضوء، إذا مسح رأسه وأذنيه مسح بعنقه، ربما أخذ لها ماء أو اكتفى بماء الأذنين، فإذا فرغ مسح عنقه من خلف الرقبة. هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فيه روايات لكنها ضعاف كلها، وفيه أحاديث لا يثبت منها شيء وكلها ضعيفة. فمن اقتصر على السنة اكتفى بمسح رأسه مع أذنيه، ولا يدخل العنق في المسح أثناء الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منها، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. يعني يشير إلى خطأ ما يتناقله بعض الناس أو يتوارثونه ظنا منهم أنه من السنة، فيجعل لكل عضو من أعضاء وضوئه إذا غسله ذكرا مخصوصا، فإذا تمضمض قال ذكرا، وإذا غسل وجهه قال ذكرا، وإذا غسل يديه قال ذكرا. كل ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت عنه في أول الوضوء فقط التسمية، وفي آخر الوضوء الدعاء الآتي بعد قليل، ما عدا ذلك أثناء الوضوء قال لم يثبت أنه كان يقول على وضوئه شيئا. كل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه كذب مختلق، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا علمه لأمته، بل حتى التسمية التي تقال في أول الوضوء لم يتفق المحدثون على صحتها. فمنهم أيضا من تكلم في صحة الرواية، كما قال البخاري في العلل الذي أخرجه الترمذي: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من حديث رباح ابن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. وأيضا فيه بعض الرواة الذين يتوقف في حديثهم، وما عدا ذلك فلا يثبت شيء من الأذكار في الوضوء. نعم. ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. يعني في آخر الوضوء يقال هذا الحديث الذي سمعتم ذكره، والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر، في الجملة الأولى تقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة هي التي أخرجها مسلم في الصحيح فقط، وزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي عند الترمذي في السنن، والطريق التي أخرجها الترمذي وبهذه الزيادة قال في إسنادها اضطراب، وإن صححها بعض أهل العلم فلا بأس بقولها. نعم. قال: وحديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث المشهور في الأذكار بكفارة المجلس التي يقولها المرء إذا انصرف من مجلسه لتكون تكفيرا لما قد يقع من كلامه من الخطايا والتجاوز، أيضا ثبت في بعض السنن أنه مما يقال بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى والحاكم والطبراني في المعجم الأوسط والدارقطني، وهو مروي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والمحققون من المحدثين يعدون الحديث موقوفا على أبي سعيد أصح من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعل الحديث
فلأجل الاضطراب بين رفعه ووقفه، والوقف عندهم أشهر كما يقول الإمام البيهقي رحم الله الجميع. وقد أخرجه موقوفا على أبي سعيد أصحاب المصنفات كعبد الرزاق وابن أبي شيبة، موقوفا على أبي سعيد الخدري من قوله رضي الله تعالى عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لم يقل في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. يشير أيضا إلى بعض الأخطاء، فإن بعض المتوضئين يجهر بالنية في وضوئه إذا ابتدأ الوضوء، فإذا جلس أمام الماء قال اللهم نويت رفع الحدث أو نويت استباحة الصلاة. النطق بالنية في الوضوء وفي الصلاة خلاف السنة، لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته، بل لم يروى عنهم بسند صحيح ولا ضعيف. وإن ذكر ذلك بعض متأخري فقهاء المذاهب في كتبهم، بل ربما نص بعضهم على أن هذا من السنة، بل هو كما يقول أهل العلم هو إلى البدعة أقرب، فاعتقاد ما ليس من العبادة عبادة مشروعة يجعلها في حيز الابتداع. هذه أحاديث الوضوء وتلك أحاديث الصلاة، لا أقول بالعشرات، بالمئات إن لم تبلغ الألوف في دواوين السنة، ليس فيها رواية واحدة أنه كان إذا وقف في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني نويت صلاة الظهر 4 ركعات مقيما خلف إمامي، كما ينص عليه بعض الفقهاء في كتبهم، ويقولون عليه أن يقول ذلك، وأنه إن لم يحسن العبارة عليه أن يعيد، ولا يكبر حتى يستوفي استحضار النية المتلفظ بها. هذا خطأ ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إنما نتعلم العبادة منه عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عنه أخذناه، وما لم نثبت تركناه، على حد قول ربنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكذلك صفة الوضوء لا يقال فيها باللسان لفظ يعبر عن النية، ما تحتاج أن تقول اللهم إني نويت رفع الحدث، أنت أصلا لماذا جئت إلى الماء في الوضوء؟ واحد من اثنين، إما أنك محدث فتنوي رفع الحدث، وإما أنك متوضئ وعلى طهارة فتريد تجديد الطهارة لتزداد أجرا، وهذا حاصل في نيتك. والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، ولا حاجة أن تفصح ولا تتكلم ولا تجهر بذلك. فلو قال قائل ولو تكلمت به فلا حرج ولا بأس، نقول بلى، هناك حرج أنك تخالف السنة وتفعل شيئا ملتزما إياه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخير كله في الاقتصار على سنته واتباع هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل وأنفع وأعظم للعبد وأسعد لدنياه وأخراه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يتجاوز الثلاث قط. في ماذا؟ في عدد مرات الوضوء، لم يتجاوز الثلاث قط. يقول نتوضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا. طيب لو قال إنسان الماء عندي متوفر ويمكن أن أغسل 4 و5 و6 مرات، أو قال ما يزال في يدي قطعة من وسخ فأحتاج إلى دلكها فيغسل يده مرتين وثلاث وخمس وسبع، قال لم يثبت عنه أنه تجاوز 3 مرات قط في وضوئه صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو مدخل الوسوسة عند أصحابها أجارنا وأجاركم الله. ما هو؟ الزيادة في العدد. وما فتح عبد باب السنة وتجاوزها إلا ابتلي بشيء يعود أذاه عليه، فعندئذ يقال له يداك أوكت وفوك نفخ، يعني أنت المتسبب في فتح باب يتسلط منه الشيطان عليك، ولو اقتصر على السنة لهدى واكتفى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين. هذا بالنسبة لغسل اليدين والرجلين، أما الوجه فمحدود من شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، لكن اليد والرجل لها امتداد، فالواجب غسل اليدين كما قال الله إلى المرفقين، وفي الرجل قال إلى الكعبين. طيب هل يجوز أن يتجاوز المرفق فيغسل العضد أو جزءا منه؟
وفي الرجل يتجاوز الكعب إلى الساق من أسفله، فما زاد على ذلك إلى أصبعين، ثلاثة، شبر، إلى نصف الساق. فلو قال أنا أبالغ في ذلك، قال هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت من فعل وكلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. يتأول أبو هريرة رضي الله عنه حديث إطالة الغرة، ويقصد به الحديث الذي أخرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما من أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ما الغرة وما التحجيل؟ الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في قوائمه، وهذا من أجمل ألوان الفرس. فإذا كان الفرس أدهم أو كميتا، أسود أو أحمر أو أشقر في أي لون، فيزداد لون الفرس جمالا إذا كان بسواده أو بحمرته أو بشقرته، ذا بياض في غرته في جبهته، وبياض في قوائمه الأربعة، هذا من أجمل ما يكون. فشبه جمال الفرس بالغرة في الجبهة والقوائم بجمال يكسو أهل الإسلام. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمال أمته بأثر وضوئها يوم القيامة، شبهه بجمال تلك الملامح الجميلة في قوائم الفرس وجبهتها بالبياض الذي يخالط ألوانها. قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. فكما غسلت وجهك عبد الله طيلة حياتك في وضوئك للصلاة، وطالما غسلت يديك ورجليك طيلة حياتك متوضئا للصلاة، فإنها تأتيك نورا يوم القيامة تحشر به بين الخلائق. هكذا هو الوصف الجميل، وله شاهد عام في كتاب الله الكريم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. فهذا من مناقب الوضوء وكراماته لأهل الإسلام، أنه يكون نورا في وجوه أصحابه وفي أيديهم وأرجلهم يوم يلقون الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. كان أبو هريرة رضي الله عنه يروي هذا الحديث، ثم يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقد اختلف المحدثون في الجملة، أهي مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه أم هي جزء من حديثه عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى إطالة الغرة؟ فهمها أبو هريرة أنها زيادة في مقدار الغسل في اليد والرجل. فكان أبو هريرة إذا توضأ رضي الله عنه فغسل وجهه ويديه حتى يكاد يبلغ المنكبين، يمد فيغسل العضد إلى قريب من الإبط، وإذا غسل رجليه رفع إلى الساقين. ويقول رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهي اجتهاد منه رضي الله عنه، والسنة الاقتصار في الغسل في اليدين إلى المرفقين وفي الرجلين إلى الكعبين. ولو جعلت الجملة حديثا مرفوعا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، المقصود بالاستطالة المحافظة على الوضوء لتكون نورا مستداما لك عبد الله يوم تلقى الله. وفي الحديث الآخر عند مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة، يعني حيث يبلغ الوضوء. أيضا لا يفهم منها أنه إن أردت أن يزداد نورك فزد في مقدار غسل أعضاء وضوئك، إنما نتبع في وضوئنا ما ثبت فيه عن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بقي في الفصل هذا بقية نأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى في مجلسنا المقبل والذي يليه بعون الله، سائلين الله التوفيق والسداد، مستكثرين في ليلتنا وجمعتنا من صلاتنا وسلامنا على حبيب قلوبنا وأنس أرواحنا وهادينا وشفيعنا يوم الحشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطوبى لمن استكثر من الصلاة والسلام عليه مالئا قلبه بحبه مستمسكا بهديه وسنته. صلوا على الهادي البشير وسلموا، وتلمسوا الهدي المنير وعظموا،
ما قيمة الدنيا إذا لم تغنموا حب النبي وتعلموا وتعلموا. فصلوا وسلموا وباركوا على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بصلاتنا وسلامنا عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا غدا في زمرته، وأكرمنا يا رب بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض. اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم أيد عبادك المسلمين وانصرهم بنصرك فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.